ربي الله يخليك، يطول شكرا. عمرك، مرحبا بك. عليك الله يشتمل ديالك داكشي، علاش اول مره صراحه كنقول راه غندير بحال هكا، ولكن جات الوقيته ديالها. واقفه على التيست. الو الو كتسمعيني؟ وي كنسمعك. مرحبا. واقفه على التيست. واقف عليها صراحه. مرحبا، احنا داكشي اللي بغينا. شنو سميتك؟ سميتي انيسه. انيسه، يا ربي ما نقول ليه جانا اتصال عند واحد الانسه حيت غادي يعرفك انت. انا فمي في ديك انسه راه لاصقه. وراه قلت لك انا سميتي انسه. وراه هذا هو المشكل. اوكي انسه منين؟ من صراحه دابا عايشه في مراكش، ولكن من مدينه كازا. من كازا وكاينه في مراكش. شحال في السن ديالك انسه؟ 23 سنه. العمر كله ان شاء الله. من باغا ديري هاد التيست؟ ربي يخليك. واحد السيد دخل انا وياه في واحد الغلاصه وكيقول لي مثلا لو العيال العقول ياك، كيقول لي راه باغي نجي لداركم وبغيت نتاكد من هادشي، خصوصا في الايام الاخر اللي كنلقى معاه مشاكل بزاف. بحال هاد المشاكل؟ زعما وليت كنحس عليه شي حوايج وبغيت نتاكد واش فريمون باغي من العقول، غير هو باقي فيه داك البيز ديال التحليه ولا غير كيقولوا معتبرني بحاله. داكو. اوكي شنو السميه ديالو؟ سميتو عبد الرزاق. انا دابا ما حد قلتي لي واقفه على هادشي، حسابني واش غادي يجي يخطبك هاد الايامات ولا كان قال لي شهر 12 وداكشي ما حدد على شهر 12 ولا في شهر واحد، وهاد الايام تقريبا المشكل من مورا مشكل السبب ديالو هو انني حسيت شي حوايج زعما كتعلق بشي حاجه ديال الماضي. واخا. عبد الرزاق منين؟ مراكش. تاهو صافا مراكش. والاصل ديالو نيت من مراكش؟ لا من اليوسفيه. وكيمشي اليوسفيه بزاف؟ كنشوف لي سفيه غا والسيد اللي كان معاه من قبل اللي شاكا فيك، هي تاهي بنت كافا. شاكا فيه ماشي شاكا فيك. كيفاش شاكا فيه؟ واخا راه ما سمعتيش شنو قلتي. لا زعما شاكا. تقطع عليها. اجي لهنا تنصوني عليها. يا ربي يكون الصوت في التليفون. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يكون فيه الصوت. 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 يا ربي دعيو دعيو يكون فيه الصوت. امالك سمح لي على الصوت. طلبي الله يكون في هذا باقي الصوت باش نهضروا ونكملوا المكالمه. واخا عبد الرزاق من مراكش، الاصل ديالو من اليوسفيه، كان صاحب وحده من كازا. شحال في عمره؟ 26 سنه. اي وشحال هذه باش تعرفتي عليه انت؟ تقريبا شي عام وشي حاجه، كنا في ولاصه عادي زعما في الاول غير تعارف، من بعد داكشي تطور دخلنا ورجعنا، ودابا حاليا تقريبا شي 4 مو بحال هكا 5 مو باش ولينا زعما اونصوب من سوبور. اوكي واش هو كيمشي ليوسفيه بزاف ولا غير حيت من تما كيمشي لها مره مره؟ لا 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 مره مره، هو ديما في مراكش، هو بين كازا ومراكش، خدمته بين كازا ومراكش. واخا اختي العزيزه عطيني النمره ديالو. 06 واخا اري النمره ديالو. 06 اها اها ايه شحال اها يلا ما تهضريش حتى نقولك صافي. وراه حتى دابا مازال لي ما تخاف من الفرق ما داكشي قلت لك واقف عليه. واخا يلا ما تهضريش تشوفوا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا سي عبد الرزاق، تحياتي ليك. وي خويا لاباس عليك اسيدي، كلشي بخير بالله. ياك ما فيقناك من عسى سي عبد الرزاق. ايه ايوا كنعتذروا على الاتصال ديالنا بك في هذه الوقيته، ولكن مضطرين اننا نتصلوا بك. وي خويا الله يكبر بك. نقدم لك راسي معك سي محمد سريري، مقدم برنامج خطوه قبل الزواج. فايتك نفرش البرنامج ديالنا، عندك شي معلومات عليه ولا والو؟ مرحبا واهلا، هذه فرصة سعيدة تعرف على البرنامج ديالنا، ولما لا حتى انت ان شاء الله تولي من المتابعين الجداد ديالنا. السي عبد الرزاق من اليوسفية، مستقر في مدينة مراكش، سن 29 سنة. ايه
تحية ليك وتحياتي الناس اليوسفية وتحية ناس مراكش. السي عبد الرزاق، جانا اتصال من عند واحد السيدة هي اللي زودتنا بالرقم ديالك وهذه المعلومات باش نتصلوا بك، وهي حاليا راها معنا على المباشر في الاستماع. هاد السيدة من مدينة كازا، قالت لنا بلي انت وياها في علاقة حب مع بعضياتكم، وباغا دير لك واحد السيربريز وعندها شي كلام في حقك. وكنعتذر مرة أخرى على الاتصال ديالنا بك في هذه الوقيتة هذه، راه تقريبا شي نعم أخي الله يطول لنا عمرك. قالت لنا عندها شي اعتراف بغات تقول لك، شي هضره من نهار تعرفتي انت وياها رغم انكم دوزتوا بزاف، عندها شي هضره في الداخل ديالها ما كتبغي تقولها لكم ما كتقدرش، وقالت لي اختاريت البرنامج ديالكم كوسيله باش نهضر معاه ونقول لها هذا الاعتراف اللي عندي، وحقيقه هذه هضره زوينه بغات تقولها لك. سي عبد الرزاق انا ندوزها لك اوكي بلا شك، كنظن راك عرفتيها شكون. شنو الاسم ديالها بلا ما تذكر النسب؟ خليك معايا نشوف السيستم. لا ما سميتهاش انيسه، هذه اتصلت بها ما سميتهاش انيسه. شنو سميتها؟ شوف انت شنو السميه ديال هاد البنت اللي سرق ليها القليب ديالها. هذه هي اللي كنعرفها خويا انا في كازا. ها هذه هي اللي كنعرف في كازا. فكر مزيان شكون هي هاد البنت اللي سرق ليها السي عبد الرزاق القلب ديالها، دير لك واحد السيربرايز اللي كبيره بزاف. هادي اللي كنعرف اخويا، الا كتشوف هاد اخرى اخويا راه ما كنعرفهاش. هاد اللي قلتي لي الاسم ديالها انيسه، شحال انت وياها مع بعضياتكم؟ انا وياها مده طويله دابا. شحال تقريبا؟ شويه تقريبا ما عرفتش شحال، ما تكون مده طويله، مده طويله حنا كنتعرفوا. شحال؟ 6 شهور. شحال صغيره وحنا دابا تقريبا شحال يكون؟ يعني تقريبا دابا تكون جاية شي 800 شهر دابا. نو نو هادي قالت لينا كتار. وهادي هي اللي كاينة اخويا، شي واحدة اخرى راه مكايناش. مأكد ما كتعرفش شي بنت ساكنة في مأكد مأكد مزيان. ما كتعرفش شي بنت ساكنة في ساكنة في كازا. ها؟ هادي اللي كنعرف اخويا حاليا، كانت شي واحدة اخرى راه ما كنعرفهاش اخويا. اسمح لي. السلام عليكم ألالا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ها هي السيده اتصلت بينا، هضري معها. الو الو وين؟ الو 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 كنسمعك. انا كنسمعك. شنو ما كتعرفي شي سيده اخرى من غيرك؟ شكون؟ يا على سؤال. لا كان عارف وحده من غيرك. سي عبد الرزاق معاك انيسه، بغات تقول لك شي هضره. سي عبد الرزاق واش مستعد؟ وي خليك معنا، شوفي غنشدو فيه غادي نقول لي بلي راه شي واحد من عائلتك جا خطبك ووالديك قبله وما قديتيش تقولي عليه. داكو؟ لا لا من الاحسن غنشدو فيه وفي الاخر نقول لي شاركتي معنا في الكاميرا خفيف. انا عندوش مع لا انا غادي نولي عندهم. قول لي واش كتبغي، قول لي واش تقدر زعما شنو باغي معاها، واش كتبغيها، واش منيت غادي يقول لك لا، غيقول لك عندي وحده اخرى صافي راه الا بانت المعنى لا في. لا زعما واش شنو باغي معايا. اسكتي 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 ما 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 تبكيش يا انيسه، ما تبكيش ما تبكيش. الو السلام عليكم، اسمح لي نسال. وعليكم السلام. قطعتي لينا ولا الريزو؟ ما قطعتش عليكم. ما عرفت منين نبدا لك السي عبد الرزاق حقيقه. وي خويا قول شنو عندك. مستعد؟ ردي الله يهديك مستعد، ما انا شنو نديرو. سي عبد الرزاق انيسه جا واحد السيد من العائله ديالك يخطب فيها، رغم انها هي كتبغيك ووالديها قبلوا بداك السيد وبزوا عليها وما ما عاد دابا راه كتبكي. ما عرفتش خويا ما قدراتش راها مدمرة راه ما لا حول ولا قوة الا بالله. المهم هي غادي تهضر معايا. شنو صافي خويا اش نقول لك، هادي الهضرة اللي كاينة. شنو سلامة وشكرا. بلاتي هي راه معانا دابا في ستوندار كتبكي، راه كيهضروا مع البنات اللي في ستوندار كيكالميوها ندوزوها. أنيسة شوية قادرة تهضري؟ واش هادي الصوت خير؟ ما عرفتش. قادرة تهضري أنيسة ولا ما قادرة تهضري؟ لا ما قادرش.
والديك زعما والو بزوع عليك زعما، راه تبارك الله 23 عام راه ماشي امتى قالك غادي يجيب العدو لداركم؟ قولي 3 ايام. 3 ايام. لا حول. سي عبد الرزاق، للاسف ما شي والدين الله يهديهم وصافي، كيبغوا الله يهديهم واش غدير؟ كيبغوا يدمروا الحياه لولادهم هكاك. واش غدير اخويا؟ بيديك انت شي حاجه ديرها، فايت انت هضر مع والديها، عارف الكاركتير ديال والديها كي داير ولا والو. اخويا راه هي غادي تهضر معايا، الا كانت هاد الشيء هذا راه هي طوني لي، الا كان هذا هو الموضوع راه هي طوني لي اخويا. ما قدراتش مسكينه على ايه واش راه نص ساعه والبنات في ستوندار كيهضروا معاها كتبكي، راه ما يمكنش. صافي ان شاء الله دابا الدوله دابا. يلاه سي سي عبد الرزاق، خويا تحية ليك، تحية ناس مراكش، وشاركتي معنا في كاميرا خفية أنيسة. وأنيسة صافي، ما تبكيش ما تبكيش. صافي يلاه سيروا كملوا تريب. يلاه الله يخليكم بعضياتكم. يلاه.